السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. واليوم راح نحكي على مهنه الطيران بشكل عام، بس راح نحكي اليوم عن سلبياتها وايجابياتها. يعني اغلب الناس يباون على هالمهنه بس ايجابيات، راح يتفاجئون بالسلبيات الموجوده. خليكم ويا، راح تتفاجئون بالمعلومات اللي بعد الفيديو. اوكي، رجعت لكم حبايبي. راح نحكي اليوم عن سلبيات مهنة الطيران والإيجابيات. خليت السلبيات في البداية حتى كل شيء يكون ببالك. السلبيات راح أختصرها بثلاث نقاط، والإيجابيات أختصرها بثلاث نقاط. نحكي بالسلبيات بالبداية. أول نقطة بالسلبيات، شيء كامل أحسن. أول نقطة بالسلبيات راح نحكي بيها إنه الفشل في حياتك الاجتماعية. يعني شنو الفشل في حياتك الاجتماعية؟ يعني إذا أنت كنت شخص اجتماعي كلش وتحب الأصدقاء والأهل والمناسبات، فانت 90% نشاطك الاجتماعي راح ينتهي، لان انت طول الوقت طاير وتتنقل من مكان لمكان، ففواتح اعراس مناسبات شبه تنساهن هذني. اما اذا كانت عندك عائله اصلا انت ما كنت عزابي، فاغلب يعني اذا كان عندك اطفال، اعياد ميلاد، مناسبات كذا، روحتهم للمدارس، كل هاي راح شبه تنساها. انت راح تتعايش شوي الوضع بعدين مثل ما احنا تعايشنا، بس اكو ناس يشوفها نقطة سلبية وما تقدر تكمل. احنا كملنا بس اكو صعوبة بهذا الموضوع، فلازم تخلي ببالك انه حياتك الاجتماعية بهذا العمل كمضيف جوي او طيار اي طاقم طائرة بشكل عام، فانت مهدد بالفشل الاجتماعي. راح نحكي عن النقطة الثانية من سلبيات الطيران، اللي هي الجهد المستمر من الطيران. يعني شنو الجهد المستمر من الطيران؟ الأغلبية انه عبالهم انه واحد لما يطير وكذا بس مجرد ونسة وما راح يتعب، او يقول لك يا انت شنو شغلك. أغلبية جماعتنا نعرفهم يقول لك انت شنو شغلك بالطيارة، ما تتعب، تتونس، تنزل. هذا الشيء غلط. اكو دراسة صارت بالسنوات الأخيرة، هاي الدراسة تقول انه تقريبا الشغل بالطيارة لمدة ربع ساعة يعادل الشغل اي شغلة عادية بالارض لمدة اربع ساعات. لان الجهد انت لما تسافر مرة او مرتين مو مثل طاقم الطائرة اللي هو يوميا يسوي له سفرة او سفرتين بعض الاحيان على مدى بعيد، يوم تطير الصبح، يوم تطير بالليل، يوم تطير بالفجر، يوم تطير المغرب، يوم تطير العصر، فتتخربط نومتك، تتخربط وقت راحتك، كل هاي الامور تتخربط، والبرشر مال الطياره، ضغط الطياره يؤذي الجسم بالاستمرار وبالمستقبل البعيد طبعا. اوكي حبايبي، النقطه الثالثه من سلبيات هاي المهنه وكطاقم طائره هي التعامل مع المسافرين. يعني شلون تتعامل مع المسافرين؟ اول شغله لما انت تلتجئ لهيك عمل لازم تخلي ببالك شلون تعرف تتعامل ويا المسافرين. انت يوميا حتكون بالطياره، يوميا راح تشوف مختلف الجنسيات او مختلف النفسيات اللي راح يصعدوا لك هنا، اللي عصبي، اللي ضايج، اللي ما راضي على الخدمات اللي موجوده بالطياره، وهواي امور راح تواجهها. فانت لازم اول شيء تكون هادئ وتعرف تتعامل مع المسافرين باحترافيه. فانا من رايي البسيط انه هاي النقطه، التعامل مع المسافرين، تعتبر من سلبيات هذا العمل. تعرف انه تقدر العفو، تقدر تتفادى هذا الموضوع اذا انت يكون عندك، لازم يكون عندك خلق وصبر حتى تعرف تتعامل ويا هذا الكم الهائل من المسافرين اللي راح تشوفهم يوميا. اوكي، هسه كملنا من السلبيات وظيفة الطيران او مهنة الطيران، هسه خلونا نبدي بالايجابيات، وهذا الشيء اللي كلها تحبه. اول نقطة بالايجابيات من رأيي البسيط هي السفر وانعدام الروتين. شغلتنا اول شغلة اشوفها بيها حلوة او من الايجابيات تعتبر، هو انت على طول تسافر، شغلك مو مكتب ونفس الوجوه ونفس الكذا وتملها، لا بالعكس، يوم انت موجود ببيروت، يوم موجود على الجهه الاوروبيه، يوم موجود بالمناطق الاسيويه، فعندك تغيير بشكل مو طبيعي. ماكو روتين، بين قوسين ماكو روتين حتى تضوج من هذا العمل او حتى تمل من يمه. حتى لو كانت عندك مشكله ويا الطاقم اللي صاعد وياك او كذا، فانت الطاقم تشوفه مره جزء بعد ما تشوفه، الطاقم تغير، الطياره تتغير، والواجهيه مالتك تتغير، وهاي تعتبر من الايجابيات. اوكي شباب، النقطه الثانيه من ايجابيات مهنه الطيران هي التعرف على اماكن جديده. هاي الشيء اكثر شيء راح يعجبك بهذا الشغل، انه انت يوميا راح تشوف مكان جديد، راح تشوف مجتمع جديد، راح تشوف مدينه جديده انت ما شايفها قبل ولا كنت حتى مفكر بها. هذا الشيء يعطيك دفعه ايجابيه لهذا العمل حتى تكمل، ويسوي لك واهس اكثر. لان انت مستحيل بغير مكان او بغير شغل راح تشوف مثل هذا النمط مال الحياه، انه يوميا انت بدوله تنزل يوم
هنا يومين هناك ثلاثة أيام هناك، راح أشوف هواي أشياء جديدة عمرك ما فكرت بيها ولا حتى شفتها. فهاي من الشغلات الإيجابية بهذا العمل اللي هي التعرف على أماكن جديدة. أوكي، وصلنا للنقطة الثالثة من إيجابيات مهنة الطيران اللي هي الكل ينتظرها، هي العامل المادي. إحنا هنا ما رح نحكي بأرقام معينة، لكن العامل والرواتب مال الطيران، ما أحكي عن شركة الخطوط الجوية العراقية، عن كل الشركات بالطيران، هي رواتب زينة والحمد لله خير من الله وبيها خوش أمور يعني. فكل اللي أقول إنه العامل المادي بهاي الشغلة هو من العوامل اللي كل الزينة، والعامل المادي هو عامل زين بأغلب شركات الطيران، والرواتب طبعا شبه ما يعني مرتفعة والحمد لله. اوكي شباب، وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى عجبتكم هاي المعلومات واتمنى استفادتوا من يمها، وان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي. ولا تنسون اذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وسوي لنا لايك وعلق لنا باي شيء يجيب بالك، او اذا عندك افكار على الفيديو الجاي. في مولى عمي.